بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، على الخير والبركة. ينطلق هذا الشوط الثالث في مجموع الأشواط، الشوط الثالث المخصص للجعادين، اللقاية المحليات، ينطلق على البركة والتوفيق مباشرة إلى تعداد الأسماء الأولى المنطلقة المحلقة المتحملة لهذه القيادة. إنه هملول لهجن الرئاسة والسيد علي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير. بدوري أنتقل إلى المركز الثاني والوصول أيضا من اسم تحذير لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في عملية التضمير. سراب من يصل بقوة وينتقل من الثالث إلى الثاني، واصلا لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في عملية التضمير. انتقل إلى المركز الرابع، المركز الرابع شاهين لهجن الرئاسة وعملية تضميره مع السيد محمد بن عتيج بن زيتون المهيري مع المركز الآن الرابع والمركز الخامس هملول، واصلا منطلقا محلقا مع هذه الكوكبة الخماسية لهجن الرئاسة وعملية التضمير مع السيد علي بن يميل الوهيبي. هذه هي الخمسة الأسماء، والوصول أيضا والتسلل من الجهة الأخرى من قبل هملول المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن سالم بالمر الينيبي الواصل والمنطلق والباحث أيضا عن نقطة في هذا المهرجان الكبير. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أتأخر إلى المجموعة الأخرى وأرى الاسم القادم، اسم 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 رصاد الذي يرصد الأرقام ويغير وينتقل من مركز إلى مركز قادما بهذا الشعار المملوك لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم وعتيج بن سالم بن عبيد بالعرطي في عملية التضمير. المركز القادم هناك الوصول من المركز التاسع وصولا رائعا ومميزا من قبل هملول المملوك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحميري في عملية التضمير. هذه هي الأسماء أيها الأخوة، هذه هي التسعة الأسماء المنطلقة والباحثة عن الفوز وعن الانتصار. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود المركز الأول والصدارة. التحليق الصباحي في الشوط الأول للجعادين المحليات، انطلاق رائع من قبل سراب المملوك القادم الذي تحمل قيادة هذا الشوط. سراب لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم في عملية التضمير. روح يا العامري روح، بينما القدوم والانطلاق الرائع والمميز من قبل شاهين لهجن الرئاسة محمد بن عتيجة بن زيتون المهيري القادم والمنطلق، وعلى ثالث الأسماء هملول لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير مع المركز الثالث. وفي المركز الرابع أيضا هملول لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير. انتقل إلى المركز الخامس، الوصول أيضا من قبل زعفران فالك وفال إن شاء الله الزعفران بمتابعة من السويدي الملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، بينما رصاد واصلا بكل قوة على المرتبة السادسة. رصاد القادم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم وعتيج أيضا بسالم بالعرطي المتابع لهذا الاسم، بينما على المركز السابع هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. سعيد بن سالم الينيبي هو من يتابع في عملية التضمير. وعلى المركز الثامن إنه تحذير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في عملية التضمير، بينما القدوم من قبل هملول على المرتبة التاسعة
لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع الحميري في عملية التضمير. النداء الثاني على الهواء مباشرة للتسعة الأسماء، للأسماء المتقدمة، للأسماء المجازفة، للأسماء القائدة مع التسعة الشعارات. الله أعود إلى المقدمة، أعود أعود والعود وأحمد، أعود إلى مقدمة هذا الشوط، إلى الصدارة، إلى هذا اللون، إلى هذا الجمال، إلى هذا الدلال، بهذه الكوكبة الرائعة، بهذه الكوكبة الرائعة المميزة. ما شاء الله، اللون الأحمر الذي يسيطر هذه السيطرة على المراكز الأربعة الأولى المتقدمة بهذه القيادة. ما شاء الله، هملول 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 على المركز الأول، شاهين على المركز الثاني، هملول على المركز الثالث، هملول على المركز الرابع. الكيلو المتر النهائي، الكيلو المتر النهائي، نقترب من الأعلام التي تستقبل هذا الشعار القادم والمسيطر، القادم والمسيطر في هذه الفترة الصباحية بهذا التحليق، بهذه الخطوات الثابتة. الله 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 الله، لون رئاسي على المقدمة، سيطرة رئاسية. نغادر الآن الخمسمائة متر النهائية وهملول على المقدمة، وهجن الرئاسة، والمركز الثاني شاهين وهجن الرئاسة. أين الناموس يذهب؟ أين الناموس يذهب؟ هملول وشاهين، ولكن يبدو أن شاهين، يبدو أن شاهين يعرف هذا الطريق المستقيم، يعرف خط النهاية، يرى هناك المنصة الرئيسية التي تستقبل هذا الشعار مع الفخر. ما شاء الله، تهانينا تهانينا لهجن الرئاسة، والتهنئة لك يا المهيري على هذا الانتصار، على هذا الإبداع، على هذا الفوز. المحاولات أيضا من هملول، هملول وشاهين، شاهين وهملول، هملول وشاهين، ولكن شاهين، شاهين يا شاهين، التهنئة لك يا ابن عتيق على هذا الفوز. المركز الثاني هملول لهجن الرئاسة مع علي بن يميل الوهيبي، وفي المركز الثالث هملول أيضا لهجن الرئاسة، والتهنئة للسيد علي بن يميل الوهيبي على هذا الأداء. وفي المركز الرابع الحضور من قبل زعفران لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وفي المركز الرابع الحضور الرائع والمميز من قبل هملول لهجن الرئاسة، وتهانينا والناموس على هذا الفوز على المركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نزف السلامات لهجن الرئاسة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني المرافق لهذه الرحلة الموفقة الرئاسية بهذا اللون 7-22 سبع أجزاء، أو التوقيت الأفضل بسم الله ما شاء الله. بينما على المركز الثاني كان حضورا رائعا ومميزا من قبل هملول، 7 دقائق مشاهدينا 23 وفاءا وتماما وكمال. التهنئة لهجن الرئاسة، والتهنئة لعلي بن يميل الوهيبي، وعلى المركز الثالث أيضا هملول لهجن الرئاسة، والتهنئة لعلي بن يميل الوهيبي. والتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر العدسات الناقلة والمتابعة لهذا الحدث، التوقيت الزمني 7 دقائق مشاهدينا متابعينا الأعزاء. هذه لحظات الوصول، هذه لحظات العروض الرائعة من مخرجنا الرائع والمميز الذي دائما يتحفنا بكل ما هو جديد ومفيد. لحظات التحدي، لحظات الفوز، لحظات الوصول، لحظات استقبال أيضا خط النهاية لهذه الأقطاب. التهنئة على كل حال لهجن الرئاسة على فوزها بالكوكبة الثلاثية الرائعة والمميزة، أولا شاهين، ثانيا هملول، وثالثا هملول. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.